احنا مش اضعاف. الاراده تصنع النصر من المستحيل، احنا رايحين نصنع النصر من المستحيل، من اللا شيء. من قبل اسبوع تقريبا عشت لحظات الافراج، لحظات لا توصف، مشاعر متضاربة، يعني فرحة مع حزن، يعني مع رهبة، يعني أصحاب تركهم. شو بدي أحكي لك؟ لقد ما أحكي ما أوصف لك شو فرحتي. فرحت أم لقد ابن، شو أحلى من هيك؟ ولا أحلى فرحة. أنا فرحان من كل قلب، الحمد لله. شادي ابن أخوي أول إشي، وشادي زي ابني، يعني فرحت لشادي زي فرحة أدنه سلام طالع، وبنفس الوقت يعني سلام بالسجن فرحتنا واحدة، يعني بس بيها شوية. ها إن شاء الله بتمنى من الله إنه الله يفرجها على أسرة كليتهم على الأسرات ويطلعونا زي ما فرحت دائم هاني نفرحنا تانيين إن شاء الله يا رب. هذا اللي نطلبه من الله، إن شاء الله إنه الله يفرجها، إن شاء الله هالصفقة تتم على خير وعادات بال. أولا الحمد لله على سلامة شادي، انبسطنا كثير لشادي، ولكن كانت الفرحة منقوصة، خاصة إنه كان أملنا اثنين يطلعوا إسلام وشادي وتكون فرحة كبيرة تعم البلد تعم دارنا، ولكن إرادة الله عز وجل إنه إسلام يزاد على حكم 12 سنة. والله الأخ إسلام يعني هاي إخوان، أنا والله كعائلة واحدة، خاصة إسلام أنا وياه جيل ومن جيلي، يعني طفولتنا كانت مشتركة، كثير من الذكريات يعني لا تعد ولا تحصى، كنا في صف واحد، يعني تربينا مع بعض، درسنا مع بعض، قررنا أن نخوض هذا الدرب مع بعض، سجننا يعني اعتقلنا، وسبحان الله حكمنا يعني نفس الحكم مع أنه قضايا مختلفة، يعني أغلبية الحبسات كنا في نفس القسم أو في نفس السجن، كنا نتواصل مع بعض. يعني كانت صعبة إنه أتركه وراي إسلام. نسأل الله عز وجل أن يكون في الصفقة، ونطالب المقاومة بأن تفرحنا في الصفقة ويكون إسلام على سنم الأولويات.